السلام عليكم. أحداث جديدة خلال اليومين الماضيين. ففي اليوم الأول صاروخ حوثي في الرياض وتطورات داخلية استراتيجية في البيت السعودي. وفي اليوم الثاني إعلان إغلاق كافة المنافذ اليمنية برية وبحرية وجوية. تطورات متسارعة تحمل في طياتها أسئلة كثيرة وكبيرة عما يريده التحالف في اليمن، أو بالأصح هل هناك تغير سعودي تجاه الأزمة في اليمن؟ الملف الأثقل على كاهل القيادة السعودية الشابة؟ يبرز إلى الواجهة أسئلة عديدة، ما إذا كانت القيادة السعودية تنوي على تصعيد كبير في الملف العسكري المجمد منذ سنتين، لا سيما أن التحالف أعلن مساء أمس الأحد قائمة بأربعين قياديا من قيادات ميليشيا الحوثي، ورصد مكافآت مالية ضخمة لمن يسهل اعتقال أي منهما أو يسهل اعتقال أي منهما. الخطوة هذه لاقت صدى ساخرا من قبل اليمنيين الذين اتفقوا على القول إنها مؤشر على عجز التحالف العربي عسكريا ولجوئه إلى أساليب الإغراء. أعزائنا المشاهدين، ماذا تحمل التطورات المتسارعة في صنعاء والرياض لملف الحرب في اليمن؟ ومن المسؤول عن الأزمة الإنسانية التي ستتفاقم بعد قرار إغلاق المنافذ؟ وما موقف الحكومة اليمنية منها؟ وبخصوص القائمة المكافآت، لماذا خلت القائمة من اسم المخلوع صالح وأولاده ومعاونيه؟ هل هناك شيء ما تحت الطاولة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها في هذا المساء مع ضيفي هنا في الاستوديو المحلل السياسي أحمد الزرقة. فأهلا بكم وبه، مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، مساء النور. إذا بداية دعنا نذهب أستاذ أحمد إلى مشاهدة هذا التقرير قبل أن نبدأ نقاشنا. إحكام القبضة مرة أخرى. أعلن التحالف العربي اليوم إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية لليمن للحد من تهريب الأسلحة للإنقلابيين كما جاء في بيان التحالف. خطوة عدها البعض مؤشرا على جدية التحالف في التصعيد العسكري وتحرير ما تبقى من مناطق سيطرة الإنقلابيين، فيما عدها البعض الآخر خطوة متأخرة عسكريا وقد سبق أن اتخذها التحالف ولم تفضي إلى نتائج ملموسة. ما يتفق عليه الجميع أن خطوة كهذه تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، لا سيما واليمنيون يعيشون ظروفا صعبة ولم يتبقى لهم سوى مطاري عدن وسيئون وميناءي عدن والحديدة البحريين، بالإضافة إلى منفذ الوديعة البري. عقب هذا القرار أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، وهي الناقل الوحيد من وإلى اليمن، إيقاف رحلاتها الجوية، ما أدى إلى عرقلة آلاف المسافرين في مطارات المدن العربية. ماذا يريد التحالف هذه المرة؟ التطورات التي حدثت في الرياض، بالإضافة إلى وصول صاروخ لمطار الملك خالد من قبل الحوثيين، تبدو معطيات تفسر هذا القرار، بيد أن طبيعة الخطوات التي ستعقبه خلال الأيام القادمة هي ما ستؤكد إذا ما كان بن سلمان قد حزم أمره فعلا هذه المرة. وليس بعيدا عن السياق، حيث قامت قوات التحالف باعتماد مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن 40 شخصية من قيادات ميليشيا الحوثي. مراقبون قالوا إن هذه القائمة تعد مؤشر عجز عسكري قبل التحالف الذي لم يتمكن منذ أكثر من سنتين ونصف من استعادة الدولة أو تمكين الشرعية على الأرض، ولم يتقدم برغم كل الإمكانات الكبيرة للتحالف وجهوزية الجيش الوطني لهذه المهمة. خلو قائمة التحالف من المخلوع صالح وقياداته العسكرية يضع علامات استفهام كبيرة، ويعزز الآراء التي تقول إن التحالف يرغب بالاحتفاظ بالمخلوع وأدواته رغم كونهم حليفي الانقلاب والرعاة الرسميين له. حصار عسكري وقوائم، عنوانان ينتظر أن يكون لهما ما بعدهما على أرض الواقع. فهل تعيش الحرب في اليمن بداية فصلها الأخير؟ إذن بداية أستاذ أحمد، لو بدأنا الحديث بشكل إجمالي، إغلاق المنافذ هل تجد أنه سياسة عسكرية أم تأزيم للوضع الإنساني والتفاقم له؟ الحديث عن إغلاق المنافذ بعد أكثر من عامين ونصف على عملية التحالف، وبعد أيضا سيطرة التحالف على المنافذ البرية والبحرية والجوية والأجواء اليمنية، في نوع من المبالغة، في نوع أيضا من الاستخدام السيء لهذه الورقة. بالمعروف أن لم يعد هناك أي منافذ متاحة لليمنيين باستثناء مطاري سيئون وعدن، وهما إتاحة جزئية وليست إتاحة كاملة. مطار صنعاء مقفل منذ أكثر من عام، بقية المطارات خارج الخدمة، كافة المنافذ البرية خارج الخدمة باستثناء منفذ الوديعة الذي تسيطر عليه أيضا المملكة العربية السعودية، الموانئ جميعها
تحت سيطرة السعودية باستثناء الحديدة الذي هو أصبح ميناء أيضا. هناك جدل كبير وصراع كبير على هذا الميناء شهدته الساحة السياسية خلال العام الماضي، صراع بين الأمم المتحدة والتحالف، وهو أيضا كان هناك الكثير من الملاحظات حول أداء هذا الميناء. وبالتالي الحديث عن إغفال بقية المنافذ أو جميع المنافذ في هذا التوقيت هو توقيت خطأ. يعني هو قرأ هو أصلا كيف يمكن حصار المحاصر، كيف يمكن إقفال المقفل بالأصل؟ طبعا يعني هناك إحصار المحاصر وإقفال المقفل كما تقول، ولكن من أين تأتي إذن الصواريخ التي؟ واضح جدا هذا موضوع آخر بعيد. الصواريخ لا تأتي عبر المطارات، والمطارات هي أداءها كان خلال الفترة الماضية أداء لنقل المسافرين اليمنيين الراغبين في العلاج، ومعظمهم حالات تستدعي النقل الخارج، الجرحى وما إلى ذلك. السلاح معروف من أين يدخل، كان هناك أكثر من حالة تم ضبطها في المياه الإقليمية، كان هناك شواطئ ما زالت إلى الآن خارج سيطرة التحالف، ولا نعرف ما هو سبب بقائها خارج سيطرة التحالف. تأتي عبر مناطق في شبوة، مناطق في الحديدة، كان هناك أيضا المخا وتم السيطرة عليه، ما زال هناك موانئ في الحديدة، ميناء أيضا الخوخة، وهناك أيضا عشرات الطرق التي يستخدمها المهربون، وهي تصل بمعرفة وتواطؤ جميع الأطراف. أيضا كان هناك حديث عن استغلال ميناء الحديدة في فترة من الفترات من قبل الحوثيين، وأيضا كان هناك صفقة أسلحة دخلت عبر أحد المنظمات الدولية الأممية للأسف، وكان وهذا مثبت في محاضر الأمم المتحدة وفي محاضر التحالف. وبالتالي نحن أمام أزمة معقدة. ربما الحديث اليوم عن إقفال هذه المنافذ هو حديث غير مبرر. كان الحديث عن كيف يمكن دراسة فتح مطار صنعاء. مطار صنعاء كان أيضا أحد المنافذ الهامة لنقل اليمنيين للخارج، وبالتالي كان هناك شروط معقدة أيضا. نعم. كان يمر عبر مطار أو مطار بيشا السعودي، وكان يتم تفتيش المسافرين بطريقة أيضا استثنائية وبطريقة فيها كثير من الاستفزاز أيضا، ومع ذلك كان هذا أحد الخيارات المتاحة. اليوم نحن أمام أسئلة مهمة، يعني بعد ما يقارب العامين والنصف، هل انتهى التحالف؟ هل فقد الطريق؟ أم ما يحدث اليوم هو عبارة عن تصعيد شكلي مقابل إدارة ملفات أخرى خارج اليمن، ربما في المملكة العربية السعودية، ربما في الدول الأخرى. بالتأكيد تهريب السلاح يأتي من المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الحوثيين. هناك مشكلة كبرى، يعني بعد 3 سنوات لماذا لم يتم تحرير مناطق مثل شبوة، استكمال محافظة شبوة، استكمال تحرير أيضا حجة وأيضا كذلك الحديدة، وبالتالي هذه المناطق التي ما زالت سيطر عليها الحوثي. أيضا لماذا لم يتم تفعيل كي أيضا يتم إقفال الحجة عندما يراد إقفال الحديدة أو إقفال أي منافذ أخرى؟ لماذا لا يتم فتح ميناء عدن بشكل واضح للتجارة؟ لماذا لا يتم أيضا فتح المخال؟ لماذا لا يتم فتح سيئون مطار عفوا ميناء المكلا؟ وهذه الموانئ كلها التي لماذا لا يتم فتحها واستبدال تذهب من خلالها المساعدات الإنسانية وإقفال ميناء الحديدة إذا كان هناك أيضا نوايا لإقفال ميناء الحديدة بدواعي أمنية؟ لكن أن يتم الحديث عن إقفال المنافذ بشكل عام دون إيجاد بدائل هذه كارثة. كنا نتوقع خلال الفترة الماضية أن يتم إسناد ميناء مطار عدن ومطار سيئون ومطار المكلا وفتحه، وأيضا توفير رحلات أو طائرات من دول التحالف بكونها هي المعنية بهذا الملف. كان يفترض أن يتم تخصيص رحلات من شركات معينة إلى تلك الدول، لكن أن يتم حصار اليمن بشكل كامل، حتى الدول التي كانت مفتوحة أصبحت اليوم مقفلة في وجوه اليمنيين. وبالتالي هناك مسألة الحرب، هذه هناك ملف إنساني وملف أخلاقي إلى جانب الملف السياسي والملف العسكري يجب الالتزام به. لكن أن يتم منح ميليشيا الحوثي ذرائع الاستمرار والمواصلة والحصول على تسليح من منافذ محددة، وهم قادرون على ذلك، يعني لا أظن أن الحصار يعني سيأتي بجديد بالنسبة لهم. لم يتتأثر ميليشيا الحوثي بالحصار، بل على العكس زادت مواردها، زادت قدراتها، زادت أيضا حصولها على أموال، حصولها على أسلحة.
هناك عصابات. لاحظنا خلال الفترة الماضية أيضا هناك أسلحة دخلت أيضا من سلطنة عمان وتم ضبطها في مارب وتم ضبطها أيضا في البيضاء في على أطراف البيضاء وتم ضبطها أيضا في شبوة وفي الجوف في مناطق متعددة. وبالتالي مسألة التهريب لم تتوقف وهي بحاجة أيضا لبناء أو وجود قوة على الأرض قادرة على منع التهريب وقادرة أيضا على مكافحة هذه يعني الميليشيات. نعم لو تحدثنا عن ربما يعني لا نظن أنه تم تهريب الصاروخ هذا وهو الوحيد يعني بالتأكيد هناك يعني في الداخل أكثر من صاروخ يعني الحصار لن يأتي بجديد. السؤال أستاذ أحمد يعني هناك من يقول الإجراء أتى بعد هذا الصاروخ، بطبيعة الحال لا يمكن تهريب صواريخ عبر المطارات. تم الحديث عن يعني في البيان الذي أصدره التحالف أن الإغلاق سيراعي استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدة الإنسانية وفق إجراءات قيادة قوات التحالف. هل الجانب الإنساني فقط متعلق بالمساعدات والإغاثة؟ أولاً دعينا نؤكد على أن في قضية الصواريخ وكيف دخلت وكيف تدخل، في الأسبوع الماضي أو في نهاية الشهر الماضي كان أحد مستشاري الرئيس الإيراني يتحدث عن أنهم قاموا بتسليح الحوثيين وتسليمهم يعني وقود لصواريخ وأيضا أجزاء من الصواريخ على دفعات. كان التحالف أيضا والجانب الأمريكي يتحدثون عن وصول صواريخ مجزأة ووصول سائل للصواريخ وإلى ما إلى ذلك، وبالتالي هذه المعلومات الاستخباراتية متاحة لكن لم يتم التعامل معها وفقا لتلك الإجراءات. الحديث عن فقط اكتسار المنع الحظر أو السماح للطواقم الإنسانية والطواقم المتحدة باعتقادي أنه هذا ليس بيد التحالف، هناك أيضا ما ينظم هذا الإجراء تبع في كبروتوكول أو في وثائق الأمم المتحدة ووثائق المنظمة الإنسانية ولا يمكن منعها بأي حال من الأحوال. نعم ولكن الأمم المتحدة صرحت تقريبا أن هناك إلى الآن رحلتين إغاثيتين لم تصل إلى ثمن. هذا هو جزء من الصراع أصلا المتفاقم بين التحالف وبين الأمم المتحدة. لاحظنا خلال الشهر الماضي أو خلال الأشهر الماضية تبادل أو ارتفاع حدة الاتهامات بأن الأمم المتحدة تدعم الحوثيين. لاحظنا أيضا أن هناك ربما كان هناك سوء تقدير أو لدى الأمم المتحدة كان هناك دفع مبالغ كبيرة للحوثيين مقابل نزع الألغام بينما الحوثيين يقومون بزرع الألغام، بالتالي كان هناك أيضا معونات أو أدوية تذهب إلى صنعاء مباشرة ولا تذهب إلى بقية المناطق رغم أن هناك فساد كبير جدا لم تتحدث إلى الآن الأمم المتحدة عن الفساد الذي يمارسه الحوثيون فيما يتعلق بالملف الإنساني فيما يتعلق بملف الأدوية فيما يتعلق أيضا بملف الملايين التي أنفقت. كان هناك أكثر من 100 مليون أنفقت يعني أكثر من مليار و 200 مليون تقريبا أنفقت في على حملة مكافحة الكوليرا وذهبت إلى الحوثيين، وبالتالي كان هناك حديث عن أنه تم نهب عدد كبير جدا من هذه الأموال ولم تذهب أيضا للمستفيدين. بينما المناطق المنكوبة في سواء في تعز سواء في إب في الحديدة لم تذهب إلى هذه المخصصة، وبالتالي نحن أمام ملف معقد إنسانيا وسياسيا، وبالتالي لكن هناك إشكالية كبيرة جدا. التحالف كان يراه البعض فضيلة بين الرذيلة، لكن يبدو أن التحالف أشبه بكيان ظل طريقه في المنتصف. كان هناك عنوان واضح لدخول التحالف إلى اليمن، هذا التحالف ظل الطريق وظل العنوان الذي كان ذاهبين إليه. ربما كان هناك نوع من الوهم الذي ذهب إليه الحوثيون التحالف أولا عن طريقين. الطريق الأول طريق المملكة العربية السعودية اعتقدت أنها بإمكانها أن تصل إلى تسوية مباشرة مع الحوثيين، وشاهدنا خلال العامين الماضيين عدد كبير من الوفود الذي الحوثية تذهب إلى السعودية وحوارات مباشرة في الظهران ومحمد عبد السلام وإلى آخره، وكان هذا هناك اعتقاد أنه بالإمكان سحب البساط من إيران وجعل الحوثيون جماعة تسلم نفسها، وبالتالي هذا ينم عن جهل كبير جدا عن خلفية الصراع وأسبابه وأدواته وأيضا الطموح الإيراني المتأصل. الطرف الآخر كانت الإمارات تسعى للعب دور بديل للحكومة اليمنية في الجنوب
كان القوات الإماراتية تسعى لتقديم نفسها بديلا للقوات الحكومية. تم منع الرئيس هادي، تم منع أيضا رئيس الحكومة، تم إقالة محافظ عدن ومنعه من ممارسة عمله، تم إنشاء كيانات بديلة، وبالتالي كان هناك هذه جميعها مخالفة لما تم الإعلان عنه، وبالتالي كان هناك يفترض أن يكون هناك ميثاق شرف لعمل التحالف. نعم. مهام أولى واحد اثنين ثلاثة يتم تحديد هذه المهام وبالتالي مراجعتها مع الحكومة، لكن ما يحدث أن تم إزاحة الحكومة. إلى الآن الرئيس والحكومة غير موجودين في اليمن، وبالتالي من يخوض هذه المعركة؟ إذن اسمح لنا أستاذ أحمد أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ سلمان عسكر، وهو مدير مركز المعلومات في صحيفة الوطن السعودية والمختص بالشأن اليمني. مساء الخير أستاذ سلمان. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ سلمان. يعني هناك من يتساءل، بعد عامين ونصف لم يشعر التحالف بخطر الانقلاب إلا عندما وصل صاروخ في العمق السعودي، أين اليمن إذن من حسابات التحالف؟ ولما اسمحي لي عزيزتي، هذا الصاروخ لم يكن الأول. هناك أكثر من صاروخ وجهت، اثنان منها إلى منطقة إلى مكة المكرمة، وآخر إلى خميس مشيط، واثنان تم إرسالهما إلى الرياض. الأخير كان آخر هذه الصواريخ التي أرسلت إلى المملكة العربية السعودية، فلذلك هو السبب الذي يجعل التحالف أو المملكة العربية السعودية تعلن أن هناك 40 حوثي مطلوبين كقائمة إرهابية. نعم. طيب أستاذ سلمان، بهذا الشكل إذن ما الذي جعل التحالف يتخذ مثل هذه الإجراءات الصارمة، إعادة الحصار وتحويله من حصار 80% إلى 100%؟ هل مثل هذا الإجراء سيكون كفيل بالحد من وصول صواريخ إلى السعودية؟ عزيزتي، أنت تعرفي أن التحالف طلب من الأمم المتحدة مراقبة أو الإشراف معنى أصح على ميناء الحديدة والإشراف على مطار صنعاء، ولكن للأسف الأمم المتحدة تتملص من هذه المهام المفترض أن تقوم بها مبكرا وأن تتنبه إليها، ولكنها تحاول أن تترك، وبكل صراحة أنا أقولها، للجانب الإيراني العبث في اليمن. نعم. إذن أستاذ سلمان، يعني ضيفي هنا في الاستوديو المحلل السياسي أحمد الزرقة تحدث عن أن مثل هذا الإجراء ربما مستغرب، يعني كانت مثلا مطار صنعاء يعد تحت إشراف التحالف، حيث أن الطائرات تذهب إلى مطار بيشاوي ويتم تفتيش المسافرين وأمتعتهم بشكل دائم. المطار عدن، مطار حضرموت لم يتم تفعيله، ولا الميناءات أيضا، فلما يتم حصار مطارات تعد يعني بيد الحكومة الشرعية وتحت إشراف التحالف، لما يتم حصار موانئ تعد تحت إشراف التحالف مباشرة؟ يعني أولا دعيني أصحح لك معلومة. تفضل. هو ليس حصار ما اتخذته قوات التحالف، هو عمل مؤقت وأعلنها ناطق التحالف، وهذا عمل احترازي، ومن حق التحالف أن يتخذ مثل هذا القرار، وهو في الأصل مؤقت يعني ليس دائما، وهو إغلاق لبعض المواقع قد يكون شبهة حولها تدور. وكما تعلمين الحدود البحرية اليمن تزيد على 2000 كيلو متر، هناك منافذ عن طريق سلطنة عمان، هناك منافذ أخرى عن طريق بعض المواقع الحدودية اليمن، فمن حق التحالف أن يحمي هذه المنافذ، خاصة وإيران قد تمادت في تهريب الأسلحة، وكما تعلمين أن هناك قرار أممي 22-16 يمنع التعامل مع الحوثيين، لأن إيران لا زالت تتمادى وتخترق القرار الأممي، وفي وضح النهار تتحدى الأمم المتحدة وتتحدى القوى الدولية. فمن حق المملكة العربية السعودية تحديدا أن تتخذ قرار لحماية شعبها وحماية أرضها ووطنها من هذا التدخل الإيراني السافر. نعم. إذن اسمح لي أنقل هذه الفكرة لضيفنا في الاستوديو. أستاذ أحمد، ما رأيك؟ يتحدث الأستاذ سلمان بأن هذا ليس حصار، هو عمل إجرائي تقوم به السعودية وسيكون مؤقت لحماية الحدود الممتدة البحرية وأيضا البرية، ما رأيك؟ قرار المتحدة كان واضح، هو منع التسليح الحوثيين ومنع أيضا وصول السلاح.
لكن ليس له علاقة. المطارات المدنية هي عملها مدني ولا يوجد ولا السلاح لا يدخل عبر هذه الأسلحة. معروف أن السلاح يدخل عبر الموانئ عبر السواحل الشريط الساحلي الممتد، والمياه الإقليمية جميعها تحت إشراف التحالف، وبالتالي دخول أي سلاح أو أي قطع أسلحة أو سفن تحمل أسلحة هي مسؤولية التحالف أولا وأخيرا، كونه لم يستطع تأمين هذه المناطق الحدودية البحرية، وبالتالي هذه إشكالية كبيرة جدا. اليمن موضعة بالكامل منذ أكثر من عام ونصف تحت وصاية التحالف، وبالتالي التحالف كان يجب عليه أن يسابق الزمن من أجل تخفيف وطأة هذه المعاناة. لا يمكن أن تستمر بعد عامين ونصف وما زال الحديث عن العودة إلى الخطوات الأولى. إغلاق المنافذ كان لم يتحدث اليمنيون، صبروا فترة طويلة جدا على إغلاق المنافذ على هذا الحصار. عندما تم فقط إغلاق المنافذ أو المجال الجوي أمام قطر قام العالم ولم يقعد، وبالتالي اليمنيين أكلتهم الأوبئة ونهشتهم الأمراض تم حصار حتى يعني لم حصار الدولة الرسمية بشكل عام. إلى الآن أنا أرجو أن يجيب ضيفنا العزيز من المملكة العربية السعودية، ما الذي يمنع من عودة الرئيس هادي والحكومة إلى اليمن؟ أليس هذا أيضا جزء من أهداف التحالف إعادة الشرعية؟ أليس وجود هؤلاء وجعلهم يتصدروا للحديث بدلا أن تظهر السعودية أو يظهر التحالف كأنه هو الطرف المهيمن؟ أليس من الأولى أن تكون هناك حكومة داخل البلد هي التي تتحدث وهي التي أيضا تقوم بإدارة الشأن اليمني؟ وبالتالي هذه إشكالية كبرى جدا. هناك للأسف التحالف يحاول أن يقدم نفسه بديلا للحكومة الشرعية، وبينما هو في الأصل هو يقول أنه جاء لإسناد هذه الحكومة. من الآن سنة ونصف الرئيس هادي خارج البلد، واليوم كانت أسوشيتد بريس وكانت الصحافة الأمريكية تتحدث عن قرار بمنع عودة الرئيس هادي، وأنه قرار إماراتي وقرار وأنه لن يعود إلى اليمن خلال الفترة المقبلة. وبالتالي هذه إشكالية كبرى جدا، كيف يدخل التحالف حرب في اليمن دون وجود سلطة تدعمه؟ بينما دعنا ننقل هذه الأسئلة أستاذ سلمان، جملة من الأسئلة المفتوحة طرحها ضيفنا، أتمنى عليك كونك مختص بالشأن اليمني الإجابة عليها، استمعت إليها فأتمنى عليك الإجابة. أبدا عزيزتي، بالنسبة يقول أن هناك حصار، أنا لازم أصر أنه ليس حصار، هو إغلاق. وكما تعلمين بأن حتى طائرة الأمم المتحدة شخصيا، ما الفرق أستاذ سلمان؟ يعني هل يعني المسمى اللغوي يعني منطقيا أن تغلق منافذ يعني أنت تحاصر البلد، يعني ما الذي يعني تريد أن تفسره؟ هو منفذ وحيد كان لدى اليمنيين، مطار عدن يعني فيه ثلاث رحلات أسبوعية بطائرة شبه متهالكة، لم يسمح التحالف حتى بوجود شركات أو يؤمن وجود شركات من التحالف نفسه تساعد على خروج المرضى والطلاب واستمرار حياة اليمنيين بشكل طبيعي، ومنفذ الوديعة البري والمنافذ البحرية الموانئ التي يسيطر عليها التحالف، وأي قصور كما تحدث ضيفنا يلام فيه التحالف أنه لم يستطع تأمين هذه الموانئ التي يسيطر عليها. إذا دعيني أبدأ لك بأول جواب لا عن بأول سؤال لا عن الحكومة الشرعية تواجدها في عدن. الرئيس هادي وحكومته ذهبوا إلى عدن مرارا، وقبل شهرين كان الرئيس هادي في اليمن، أيضا بعض الوزراء لا يزال موجود في اليمن، عبد العزيز جباري كان موجود في تعز قبل أقل من أسبوع وزار هناك عدد من المراكز ثم عاد إلى عدن، وأيضا وزير الصحة اليمني موجود الآن في اليمن، فهذا الكلام غير صحيح. وين الرئيس؟ نعم هو تسأل عن الرئيس هذه، الحكومة موجودة نعم جزء منها أيضا موجود، وجزء موجود لا يستطيع يعني إلا بتحركات بسيطة. يعني لنكون واضحين أستاذ سلمان، عدن ليست تحت سيطرة الحكومة الشرعية، تحت سيطرة الإمارات فعليا. الرئيس هادي لم تستطع طائرته الهبوط إلى مطار عدن، الطائرة المحملة برواتب اليمنيين لم تصل أو لم تسمح لها الإمارات إلا بعد أيام من أن تهبط إلى مطار عدن، ما تفسيرك لكل هذا؟ صحيح. طيب عزيزتي، طائرة الرئيس هادي عندما لم تنزل في المطار، لماذا لا يكون لك أو أمامك سؤال أن يكون هناك عمل إرهابي خاصة وعدن لا يزال هناك أعمال، وآخرها أمس كان هناك تفجير في عدن لتعلمين ذلك، العناصر الإرهابية متواجدة
لماذا لا يكون أمنيا حماية الرئيس أكثر من أي أمر؟ ولماذا لا يترك للرئيس وحكومته مواجهة مصيرها أيا كان في عدن، وأيضا أن يتحملوا مسؤولية تصدر الموقف عوضا عن يعني التصرف بالنيابة واتخاذ القرارات بالنيابة؟ الرئيس عبد الرب الهادي عندما كان في صنعاء، وأنت تعلمين وضيفك يعلم هذا، لم يترك له الإنقلابيين مجال، بل حاصروه وخطفوا بعض القيادات التي لا تزال منها وزير الدفاع تحت سلطة الإنقلابيين. لست أعتقد أن هذا السؤال يعني وجيها بكل صراحة، وأنا لم أجد جوابا مناسبا حتى اللحظة أستاذ سلمان. إذن دعني أتجاوز هذه النقطة وحدثني عن يعني مسألة الحصار الذي تقول أنه ليس بحصار، مسألة يعني عدم تأمين التحالف عمليا لمنافذ هي تسيطر عليها تماما، وعدم السماح أيضا يعني كان اليمنيون يأملون أن تتخذ خطوة تكثيف الرحلات في مطار عدن ومطار سيئون، أن توجد شركات من التحالف تقل المسافرين اليمنيين، نفاجأ بقرار غلق منافذ الحياة عليهم. عزيزتي، التحالف قادر على حماية المنافذ، وهذا القرار أنا قلت لك هو قرار مؤقت وقرار احترازي، ولا يزال هناك عناصر إيرانية يجب أن لا ينكرها أحد متواجدة على الأرض، وهي من تقوم بالتدريب وإطلاق الصواريخ وتهريب الأسلحة والدعم اللوجستي للإنقلابيين، ولذا فإن الوقت الآن حان لتصفية هؤلاء الإيرانيين المتواجدين على الأرض. صفوان طيب. نعم طيب، يعني إذا لم يكن التحالف خلال 3 سنوات يعلم أين مواقع هؤلاء الحوثيين والإيرانيين الذي تتحدث عنهم، يعني هذا إجراء الجميع يعلم عسكريا إغلاق المنافذ هو إجراء بدائي أو بداية أي حرب يتم عمل مثل هذا الإجراء، ثم تفتح المجالات وليس بعد 3 سنوات حتى على مستوى القائمة التي أعلنت، يتفاجأ اليمنيون بعدم وجود اسم أي من الطرف الآخر للانقلاب صالح وحاشيته، يعني عموما بعد كل هذه الإجراءات الاحترازية التي سميتها أستاذ سلمان، يعني ما هي الإجراءات التي أو الخطوة القادمة بعد كل ذلك برأيك؟ أولا دعيني أجاوب لك على السؤال يا سيدتي، أنت ترى أن 3 سنوات مدة طويلة، بينما زعيم القاعدة أسامة بن لادن حاصرت أمريكا في أفغانستان لسنوات تجاوزت 9 سنوات ولم تستطع الوصول إليه. هؤلاء نفسهم جيش منظم، هم عبارة عن عصابات متوزعين في الكهوف وفي الأنفاق وفي الحفر. نعلم أنهم يحضرون في احتفالات رسمية ويستعرضون يعني أدواتهم الحربية ويعني ويسيطرون على الدولة أستاذ سلمان، يعني أتمنى عليك ألا تجعلنا مغيبين عن الوضع تماما، يعني أكثر من مرة حضروا اليوم يعني يحضر احتفال في الحديدة صالح الصماد، يعني ليسوا مختبئين في كهوف أفغانستان كما تضرب لهذا المثل. جميل جدا، انت شاهدتي احتفال صالح الصماد، اين كان الموقع يا سيدتي؟ محافظة الحديدة، في الحديدة. محافظة الحديدة ساحل مفتوح، ونعلم ان التحالف يستطيع ضرب بيوت مدنية آمنة ساكنة ولا يستطيع ضرب ساحة مفتوحة يتواجد فيها قيادة الانقلاب. صحيح، انتم متابعون وانا متابع ما يحدث من الانقلابيين، هم يقومون باستعراضات عسكرية في مواقع قريبة من المدنيين. لم نجد صاروخ واحد يقصف هذه المعدات العسكرية. نعم. لم يعني في أثناء العروض العسكرية لم نجد صاروخ واحد يتحرك لضربها. لأن التحالف يتجنب أن يصيب مدنيين مجاورين لتلك الاستعمارات. جزاه الله خير، صراحة أفهمتني على أساس أنه ما فيش مدنيين ماتوا خلال 3 سنوات. يا أستاذ سلمان، يعني تضرب بيوت آمنة لا يوجد أي شبهة واحدة أنها بالقرب من أي معسكر حربي، يعني على ماذا تتحدث أستاذ سلمان؟ ضربت قاعة عزاء بها العديد من المدنيين ويتحاشى التحالف أن يصيب عرض عسكري، ما هذا الكلام؟ يعني هذا أبجدية الأمور العسكرية لا يصدقها طفل. طيب أعطيني الفرصة أتكلم. تفضل تفضل تفضل. نعم بس أرجو عليك التحدث بكلام منطقي، يعني أبشري.
ضربت صالة الأفراع العزاء واعترف التحالف بحينها، وهذا الأمر كان واضح وشفاف. ولكن لماذا لا تتحدثين حاليا عن القصف الذي تتعرض له تعز ليل نهار من الصواريخ؟ أسألك عن تمام، دعني أوجه هذا السؤال لك. يعني تضرب تعز من قبل الحوثيين ولا نجد طائرة واحدة تقصف هذه المواقع التي يعني التحالف يمتلك تقنيات عالية يستطيع تحديد من أين يتم ضرب هؤلاء المدنيين ويستطيع قصفها. تمام، يراعي المدنيين في هذه المدينة لأنها مكتظة بالسكان وربما يستوطنون أماكن مدنية، ولكن أيضا هناك يتم الإمدادات على مرأى ومسمع ونشاهد نحن الفيديوهات التي تصلهم الإمدادات إلى تعز، ولا نجد ولا مرة أستاذ سلمان ولا مرة ضرب التحالف أي إمداد عسكري أو أي عروض عسكرية حتى يعني يثبت نواياه أو يجعلنا نصدق أنه يريد قصف هذه العروض العسكرية أو المعدات العسكرية. أنت تطلبين مني أن أتكلم منطقيا وأنت لا تتكلمين بأبجدية ما يحدث. يا سيدتي، التحالف ضرب أكثر من موقع للإنقلابيين، وكما تعلمين وقلت لك وأشرت إلى أنهم عصابات، عندما يأتي لك يا سيدتي شخصين في موقع ويقوموا بإطلاق الكاتوشة وشخصين في قمة أخرى، هل التحالف يستطيع أن يحدد مواقع كل هؤلاء؟ هم عبارة عن عصابات إرهابية متمردة متناثرة في الجبال وفي الأودية وتطلق الصواريخ على الأبرياء والمدنيين. التحالف يشكر أنه في مارب، في سماع مارب حتى اللحظة أفشل أكثر من 167 صاروخ أطلق الحوثيين على المدنيين. لماذا لا تتكلمي عن هذا الحكم يا سيدتي؟ نعم، إذن دعني أنقل حديثك هذا لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد. تفضل أستاذ أحمد. طبعا هناك الحديث عن القائمة التي تم الإعلان عنها. تم الحديث، هذه ليست المرة الأولى التي تم الإعلان عن قوائم، لكن الحديث أيضا عن هناك وجود أكثر من 35,000 موقع محدد لدى التحالف لن يتم استهدافه، وهو يقول أنها لمدنيين. لكن نحن نتحدث عن العروض العسكرية. قبل أسبوعين كان هناك عرض كبير جدا في تعز في منطقة الحوبان، منطقة مكشوفة. قبلها كان أيضا أكثر من 3 عروض في الحديدة، عروض في صنعاء، عروض في البيضاء، في مناطق متعددة هناك معسكرات متواجدة وفيها آليات عسكرية كبيرة جدا، لا مع ذلك لم يتم استهدافها. في ميدان 70 كان في أغسطس، في 24 أغسطس الماضي كان هناك يعني عرض عسكري بآليات عسكرية كبيرة جدا، أكثر من 200 آلية ومدرعة استعرضت داخل في منطقة 70، ومع ذلك لم يتم استهدافها. وباليوم التالي تم استهداف مدنيين، وبالتالي نحن أمام إشكالية كبيرة جدا تتعلق أيضا بحقيقة الأهداف لدى التحالف. التحالف ربما إلى الآن لم يجب على الأسئلة الصعبة، لماذا لم يتم حسم المعركة عسكريا؟ معركة صنعاء معركة مؤجلة، ويقال أنها الأمم المتحدة تضغط والولايات المتحدة الأمريكية تضغط بعدم خوض معركة صنعاء، لكن لماذا لم يتم خوض معركة شبوة، تحرير شبوة، تحرير تعز، تحرير البيضاء، تحرير المناطق التي الحديدة، مناطق أيضا حجة، هذه المناطق التي هي أيضا تمثل الرئة التي تنفس من خلال الحوثيون، الطريق الذي تمر من خلاله إمدادات الحوثيين، وبالتالي هذه لا تحتاج، الموضوع لا يحتاج إلى يعني حسابات بالقلم والمسطرة. قطع يعني تأمين البيضاء، تأمين شبوة، معناه قطع طريق الإمداد العسكري وأيضا دخول الصواريخ والأسلحة من الشواطئ. لا أدري لماذا لم يتم تحرير شبوة، رغم أن هناك إمكانية لتحريرها عسكريا. التحالف لم يتحرك في تلك المنطقة ولم يدعم أيضا تحرك المقاومة أو الجيش الوطني. الجيش الوطني متكدس بالآلاف في مارب، ومع ذلك لا يتم فتح مجال للتحرك في مناطق أخرى. نعم، إذن اسمح لي أستاذ أحمد، يعني معركة تعز هي معركة أخلاقية، معركة سياسية، تأمين تعز، تأمين لحج، تأمين هذه المناطق أيضا. لماذا لا يقوم التحالف أيضا بدعم الحكومة للتحرك في هذا المجال؟ القصة وما فيها ليست فقط حصار، من يريد أن يحاصر عليه أيضا أن يتحرك في الميدان، عليه أيضا أن لا يتحرر، أن لا يتصرف بدلا عن اليمنيين. التحالف هو جاء لإسناد اليمنيين، وبالتالي يجب أن يكون هناك قيادة يمنية داخل اليمن تقود هذه المعركة وليس خارج اليمن. الحديث عن أن الرئيس هادي يستطيع العودة، لا يستطيع الرئيس هادي، وأنا أقوله هنا بالفم المليان، أتحدى
أن يتم السماح للرئيس هادي ووزرائه بالعودة إلى الداخل اليمني. سأكمل معك أستاذ أحمد، ولكن دعني أختم مع الأستاذ سلمان بسؤال. أستاذ سلمان، يعني برأيك بعد ما حدث، ما هي الخطوة العسكرية القادمة؟ هل سنشهد تحول عسكري كبير في حرب اليمن بعد هذه القرارات لدى التحالف؟ قبل هذه القرارات سيدتي، ضيفك في الاستوديو يقول بأن هناك جمود، وأنا أريد أن أوضح له أنه تم في نهم مؤخرا تحرير جبل الحلاتين وجبل العظيمة وقاع الحطب، وكل هذا خلال الأسبوع الماضي، يعني ليس قبل 4 أيام تحديدا. هذا ما حدث، ولكن يعني كان هناك جمود ربما قبل هذه الأحداث الأخيرة التي في 10 أيام الأخيرة. نعم تفضل. الحرب عادة تسير وفق استراتيجيات وخطط وتكتيك معين. طبعا كما تعلمين بأن تم تحرير قرى الحنيشة والجميدة والنشامة والكرع، ثم تلاها مواقع. الجيش يتقدم في الجوف. لماذا لا نأتي بتقدمات الجيش في الجوف؟ بالنسبة للشبوة التي تكلم عنها ضيفك في الاستوديو، تعلمين بأن شبوة هي ثالث محافظة أو منطقة يمنية من حيث المساحة، وفيها عدد سكان كبير جدا. الحرب ليست مجرد ضرب وزحف ووصول، هناك أرواح وأبرياء سيسقطون. نعم، إذا ما الخطوة القادمة أستاذ سلمان، يعني بعد هذا الإعلان الذي تم إعلان المنافذ، برأيك ما هو الإجراء القادم بالنسبة للحرب اليمن، خاصة عسكريا يعني لو تحدثنا عسكريا سيدتي؟ بالنسبة للحرب القادمة بإذن الله سيكون هناك تغيير في الخطة الاستراتيجية للجيش. سيكون هناك سقوط محافظات بيد الشرعية قريبا، خاصة وأن العاصمة صنعاء أوشكت وبصراحة أنها محاصرة من كل الجهات وليس أمام الإنقلابيين إلا الاستسلام. نعم، إذن شكرا جزيلا لك سلمان العسكر الصحفي السعودي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. إذن أستاذ أحمد، هل تتوقع فعلا هناك تغيير جذري في الخطة العسكرية بالنسبة للتحالف؟ يعني عندما يتحدث البعض عن أن صنعاء وسكت على السقوط أن هناك تغيير، لم يحدث أي تغيير، ولن يحدث على المنظور القريب ما لم يكن هناك أيضا إرادة لتسليم اليمن لليمنيين. لابد أيضا الحديث عن أن هناك مناطق ستسقط وأن الحكومة اليمنية باتت مسيطرة. الحكومة اليمنية معروف أنه لا تسيطر على أي شيء في الحقيقة. الحكومة اليمنية ليست أكثر من قميص عثمان يتم استخدامه ويرفعه الجميع، لكنه في الأخير الرئيس هادي محتجز، الحكومة لا تستطيع ممارسة مهامها، الجيش لا يوجد حقيقة، لا توجد هناك آلية أو رؤية واضحة لدى التحالف بالانتقال بالعمليات العسكرية إلى تسليم اليمن، إلى تخليصها من الحوثيين. ما يحدث الآن هو فقط محاولة كما قلنا لخلط المزيد من الأوراق. لكن هذا الخلط أستاذ أحمد ألا ينعكس سلبا على التحالف نفسه، خاصة السعودية هي تعد أول المتضررين من إطالة المعركة، من خلط الأوراق بهذا الشكل؟ بالتأكيد السعودية هي المتضرر الأكبر. عدم استقرار الأوضاع في اليمن ربما سيجر نفسه على السعودية، لكن بالتأكيد يجب علينا أن لا نفصل ما يحدث اليوم في المملكة السعودية عن ما يحدث في المعركة. للأسف ما حدث الآن هو خلط أيضا الأوراق في السعودية. هناك العديد من الملفات التي يتم فتحها في السعودية ولا يتم إقفالها. تم فتح ملف اليمن ولم يتم إقفاله، تم فتح ملف الآن ملف الأزمة في اللبنانية، تم ملف الأزمة السورية، الأزمة العراقية، الأزمة مع قطر، وبالتالي هناك الكثير من الأوراق بالإضافة إلى ترتيب البيت الداخلي السعودي، وهذه كلها ملفات شائكة ويعني تحتاج كل ملف منها يحتاج إلى عمل منظم وعمل مستقل وأيضا إلى رؤية. وبالتالي لا أعتقد أن هناك رؤية، خاصة أن هناك تغييرات كبيرة شهدتها المملكة العربية السعودية في الداخل سينعكس هذا على أدائها في اليمن بشكل كبير جدا. أيضا يعني التحالف إلى الآن يعمل برأسين منفصلين، السعودية أوكلت الإمارات بشكل كبير جدا خاصة في الجنوب، بينما في الشمال أو في مأرب وفي المناطق هناك محاولة لضبط الأمور أيضا لإطالة
قالت امد عدم الاندفاع في اي من الجبهات، ولاحظنا عندما حدث اندفاع قام الشهيد الشدادي بمحاوله قيام باندفاع وتحرير صرواح ومأرب، لاحظنا كيف آلت اليه الامور، وبالتالي كذلك في غيرها من المناطق في ميدي في حرض في عدد كبير من المناطق. نعم، لكن استاذ احمد ايضا هناك الحديث عن خطوط حمراء تفرضها الأمم المتحدة ويفرضها المجتمع الدولي، تحرير صنعاء، ميناء الحديدة، كلما يعني لا توجد عموما لا توجد أي خطوط حمراء لدى المجتمع الدولي، خاصة بعد مرور 3 سنوات على الحصار، تحرير صنعاء وميناء الحديدة ألم تقف في الأخير ربما شوفي عزيزتي دعينا نضع الأمور في نصابها الحقيقي. لو كانت هناك دولة موجودة استطاعت تدير المناطق المحررة بالتأكيد كانت ستمثل مقياس للنجاح في أماكن أخرى، بالتأكيد كان الناس في تلك المناطق سيطالبهم بعودة الدولة، لكن عندما يتم إضعاف الحكومة الشرعية، عندما يتم سلبها دورها، عندما يتم تجويع الناس، عندما يتم منع الحكومة الحالية من الاستفادة من مكامن القوة، لديها غاز، لديها نفط، لديها موانئ، لديها إيرادات في مناطق كثيرة لكن لم يتم تمكينها منها، وبالتالي إلى الآن الحكومة عاجزة حتى عن دفع مرتباتها. إلى الآن رئيس الدولة والوزراء يستلمون مرتباتهم من المملكة العربية السعودية، وهذه كارثة، وبالتالي نحن أمام حالة خلط من الأوراق، حالة المراد منها أن تظل اليمن في حالة في غرفة العناية المركزة، لا هي عايشة ولا هي ميتة، وبالتالي بقائها من أجل حتى ترتيب بقية الملفات خارج اليمن، لكن استمرار بقاء اليمن في هذا الوضع لا يخدم مستقبل السعودية ولا يخدم مستقبل التحالف ولا يخدم مستقبل المنطقة. اليمن بداية الأزمة ونهايتها، وبالتالي إذن يعني حتى أستفيد من بقية الوقت أستاذ أحمد، هناك قائمة أصدرتها أو أصدرها التحالف بأربعين قيادي حوثي، لم نجد اسم المخلوع ولا أي أحد ينتمي للمخلوع، رغم أن الجميع يعلم أن الحوثي لم يضعوا يدهم على أي يعني منظومة للصواريخ إلا بالتعاون مع المخلوع. ما الذي يعني أول الحديث عن قوائم أنت تخوض حرب مفتوحة مع ميليشيا وتخوض تضع رقم وأرقام ومبالغ، ويعني هؤلاء متاحين أصلا في ليل نهار يتحركون بأريحية كبيرة، وبالتالي أنت تضع أرقام وتضع نوع من الاستهلاك الإعلامي والبروباغندا، ونحن قادرون على أن نضع 30 مليون و420 والإجمالي نصف مليار دولار، وبالتالي هذه نوع من محاولة لترويج الوهم والتسويق أن الأمور ستتصاعد وأنهم قادرون على الحسم. لا يحتاج الموضوع أكثر من يعني من اجتهاد وأيضا إتاحة الأمور لأن تتحرك عسكريا وسيسقط هؤلاء جميعا. الشيء الآخر بالنسبة لصالح، هناك أيضا نوع أيضا من أنه دعونا نعمل حركة كي يثير الخلاف بين الحوثيين وبين صالح وكي نقول أن صالح منسق، وبالتالي هذا أيضا جزء من المماحكات السياسية التي لا تخف في الحروب الكبرى. الحروب الكبرى هناك عدو واضح، هناك من يستهدف، صالح لا يختلف عن الحوثي في الخطر نهائيا، هؤلاء شركاء تحالف، وبالتالي عندما أنت تقول سي من الناس لا نحاربه سي من الناس هو الشرير، وعندما نعمل هذه الحركة الحوثيين سيثورون على صالح وسيكون هناك صراع داخلي، هذه السيناريوهات لا تحسب لها حساب في وقت الحروب الحقيقية والمصيرية. لكن أيضا الحديث صالح إلى صالح كان دائما يفتح انه انا من امتلك الصواريخ وانا من صاحب الترسانة وانا ومن زودتهم وما ولا اخره، لكن الحديث الان المؤتمر اليوم بادر باعلان انه نرفض هذه القائمه وانها تحاول شق الصف والى اخره. الحروب والصراعات الكبرى لا تحسم بهذه الطريقه، بطريقه القائمة تحسم من يسيطر على الميدان يسيطر على الأرض، كما قال نابليون أن الله يقف مع صاحب المدفعية الطويلة وليس مع صاحب القائمة الكبيرة ولا صاحب المبالغ. إذا اسمح لنا أن نختم أستاذ أحمد الزرقاء المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني، الشكر لكم مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.